انضم إلينا عبر زوم من باريس عبد الغني العيادي، المستشار السابق في البرلمان الأوروبي. بعد التحية سيد عبد الغني، نتحدث اليوم عن 10 حزمات من العقوبات على روسيا بما يقدر ب11 مليار دولار. ستستمر سلسلة هذه العقوبات؟ ما الجديد فيها اليوم وأثره على مجريات الحرب الروسية الأوكرانية؟ تحياتي سيدتي. أوروبا تواجه روسيا بعقلية الماضي، وكأنها تواجه قبيلة أو دولة ضعيفة ستؤثر فيها حزمة كانت ب11 مليار أو ب20 مليار أو بأكثر من ذلك. تنبأ الاقتصاديون بتضرر الاقتصاد الروسي لسنة 2022 على إثر هذه العقوبات التي بدأت في سنة 2014، لنذكر بذلك. نعم. تنبأ الصندوق النقد الدولي بسقوط الاقتصاد الروسي بنسبة 8.1%، فلم تشهد روسيا إلا انخفاضا طفيفا بنسبة 2.2% سنة 2022، فيما ارتفعت نوعا ما وتيرة النمو الاقتصادي الروسي في سنة 2023 بنسبة 0.4%، بينما كان الاقتصاد الأوروبي ارتفع فقط بنسبة 0.7%، يعني أن الفارق لم يكن كبيرا جدا. ويتوقع، وهذا هو أو هذه المفاجأة، سنة 2024 ستتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الروسي نسبة نمو الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير، إذ ستصل إلى 2.4%. ستبقى نسبة نمو الاقتصاد الأوروبي في نسبة 1.7%. إذن ما هو أثر هذه العقوبات؟ ظنت الدول الغربية وعلى رأسها وفي مقدمتها الدول الأوروبية المشغلة أو المتحكم فيها من طرف الولايات المتحدة، دون علم أو دون وعي منها بخطورة ما هي قادمة عليه وما هي تفعله، ظنت أنها بفضل هذه العقوبات ستنجح في إضعاف روسيا، وكأن الوجهة الاقتصادية الوحيدة والسوق الوحيدة لروسيا هي أوروبا، وهذا هو الخطأ الفادح الذي ارتكبته أوروبا بصفة خاصة. طب سيد عبد الغني، ما الغاية إذن من هذه العقوبات واستمرارها في سلسلة متلاحقة؟ أوروبا تجد نفسها غارقة في موقف سياسي ربما لم تحسب له حسابا استراتيجيا. وجدت نفسها تلعب لعبة تحاك خيوطها خارج القارة العجوز. توجد اليوم مندمجة بخاطر وعن غير خاطر في معركة ربما عرفت بدايتها ولكن لا تعرف نهايتها، ولا تعرف أن العالم قد تغير، وهذا هو الخطر، وقلتها أمس على شاشات القاهرة الإخبارية. العالم تغير وأوروبا تجمدت في عقليتها. روسيا لم تراهن أبدا على أوروبا، وهي تعلم منذ 2014 بأن أوروبا إذا سدت عليها باب التبادلات الاقتصادية فهناك الصين وهناك الهند وهناك دول أخرى. إذا كانت أوروبا رفضت أو فرضت عقوبات على التداولات البنكية عبر جهاز السويفت الذي مركزه بروكسل، فهناك النظام البديل الصيني CSP، هناك الدولار أو الأورو المتصل بقيمة الدولار، ونشهد اليوم انخفاض نوعا ما للدولار، وهذا الانخفاض تدفع قيمته الشعوب الأوروبية. يعني أن الخاسر في هذه العقوبات التي كان من المنتظر أن تكون سما مستمرا في الزمن، هذا هو الرهان الذي كانت تراهن عليه أوروبا، كانت على علم بأنها لن تؤثر بشكل سريع لكن سيكون سم قاتل عبر الوقت، لكن الواقع أريد أن أختم معك سيد عبد الغني. هل ترى هذه الإجراءات وسلسلة العقوبات هي منفصلة اليوم ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين أمريكا، وخاصة أن اليوم نتحدث عن أن هذه العقوبات شملت كيانات اقتصادية تم الادعاء أنها تساعد وتدعم روسيا في الحرب على أوكرانيا؟
كل شيء مرتبط. الولايات المتحدة لا تتحرك بدون الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي لا يتحرك بدون الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تتحكم في هذه المعركة وتتحكم في خيوطها، وتدفع أوروبا إلى ويلات الحرب وإلى ويلات الخسارة الناتجة عن هذه الحرب. لربما أشركت دول أخرى لتقوية جبهة الأصدقاء والتضييق على جبهة الأعداء، لكن تبقى أوروبا هي الرابحة بشكل كبير. وأذكر بأن السوق بناء إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب قد تم التوقيع عليه والإعلان عليه رسميا بأنه سيكون من حظ أمريكا، فماذا ستربح حصة الكبرى. أوروبا وماذا تربح أوروبا؟ يعني نعم، الإشكال إشكال في أوروبا، وعليها أن تسأل السؤال الحقيقي، ما هو يعني ما هي تأثيرات هذا الانفعال على مصالح شعوبها قبل سيد أوان الأول؟ عبد الغني، السيد عبد الغني العيادي المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا.